مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الخامسة من أساطير، واليوم سنكمل أسطورة جلجامش التي بدأناها في الحلقة الرابعة. جلجامش وطوفان العراق العظيم. أنهينا الجزء الأول من الأسطورة بموت أنكيدو، صديق البطل جلجامش المرسل من السماء. وبعدها بدأ جلجامش رحلته الأسطورية للقاء أوتونبشتم الأبدي، وتركناه في جبل ماشو بعد أن أرشده البشر العقارب على الطريق الصحيح. بدأ جلجامش رحلته في طريق صعب ومظلم لا يرى فيه أي شيء أمامه أو خلفه. بعد ساعات طوال من المشي امتلأ المكان بالنور وتألقت الشمس أمام جلجامش. تابع المشي وبعد دقائق وجد نفسه أمام أشجار مثمرة، لا بفواكه أو ثمار، إنما بأحجار كريمة. فرأى شجر من عقيق وأشجار من لازورد وأعشاب من لؤلؤ وتعجب كثيرا. وتابع المشي إلى أن وصل إلى شاطئ البحر، وعلى الشاطئ كان هنالك حانة تقطنها سيدة تدعى سدوري. هرعت سدوري إلى الحانة وأوصدت الباب بعد رؤية جلجامش أشعث أغبر بملابس جلدية مقطعة عليه علامات السفر والتعب. ملأ جلجامش الغضب حين رأى سدوري توصد الباب وهددها بهدمه، ثم عرف عن نفسه وسرد بطولاته مع خمبابة والثور السماوي. فردت سدوري: إذا كنت حقا جلجامش البطل فلما عليك آثار التعب والشقاء والحزن؟ صمت جلجامش ورد بهدوء مخبرا سدوري عن أنكيدو صديقه الوفي وخليله، وأخبرها أيضا أنه هنا ليسأل الآلهة عن الموت. ردت عليه ناصحة: يا جلجامش، إلى ماذا تسعى؟ لقد تفردت الآلهة بالحياة وخلقت الموت للبشر، اذهب من هنا، كل واشرب وارقص واغتسل. لم يعبرها جلجامش ورد سائلا: أين الطريق إلى أوتونبشتم؟ حاولت التثبيت من همته لكن لا جدوى. في حوارهما قالت: لم يعبر البحر أحد قط إلا شمش القدير أو بمساعدة أور شنابي قائد مركبة أوتونبشتم. زاد هذا من غضبه ودخل الغابة القريبة واستل فأسه وحطم أول ما رأى، وهو سور الحجر. سور الحجر هو قارب سحري لم يعلم جلجامش حينها ما هو. في لحظتها ظهر رجل وصاح بجلجامش: من أنت؟ ثم عرف عن نفسه وقال: أنا أور شنابي. فرح جلجامش وعرف عن نفسه وعن مقصده، فرد أور شنابي معلقا ومستغربا من شكل جلجامش وقد كساه التعب والحزن، فأخبره جلجامش عن خليله أنكيدو وعاد حوار سدوري من أوله. في النص الأصلي العديد من المقاطع معادة كما هي بدون أي تغيير، وما ذلك إلا لإثبات الرسالة في عقل القارئ والتأكيد على ضخامة الموضوع للشخصية. اختتم جلجامش كلامه سائلا عن الطريق لأوتونبشتم. نظر أورشنابي إلى جلجامش وقال: يداك منعتاك من عبور البحر لأنك أتلفت حجر الصور. ملأ الحزن قلبه وبدأ أمله برؤية أوتونبشتم بالتلاشي، حتى أن سمع أورشنابي يقول: خذ فأسك واذهب إلى الغابة واقطع 120 شجرة طول كل منها 60 ذراعا ثم عد لي. انطلق جلجامش نحو منحدر الغابة حيث الأشجار الطويلة وعاد لأورشنابي بما طلب. صنع أورشنابي القارب ثم اصطحب جلجامش إلى أوتونبشتم. قطع الشابان 3 أيام في البحر، أي ما يعادل شهر ونصف من ترحال البشر العاديين، حتى بلغوا مياه الموت. قبل دخول مياه الموت حذر أورشنابي جلجامش من مس المياه. كانت الرحلة شاقة، لم يستطع أورشنابي أن يتابع بدون أن يعاتب جلجامش على ما فعل بسور الحجر، حيث أنه كان الوسيلة المثالية لعبور هذه المياه. وصل جلجامش إلى منزل أوتونبشتم، وما إن رآه إلا وسأله عن حاله وشكله والحزن الواضح على وجهه. سرد جلجامش لأوتونبشتم قصته،
فرد عليه قائلا: إن الموت لا يرحم، فلا بيت يدوم، ولا عقد يدوم، ولا ميراث يدوم، ولا البغضاء تدوم، ولا الفيضان يدوم، وما إن تخرج الفراشة من شرنقتها إلا وأن يحل أجلها. وما أعظم الشبه بين الموت والنوم. استرسل أوتو نبشتم بالكلام، وذكر جلجامش بالآنوناكي ومامتوم صانعة الأقدار. الآنوناكي هو مجمع الآلهة في الحضارة الكنعانية. رد جلجامش عليه وسأله عن سر خلوده، حيث أنه على هيئة بشري ولا يختلف عن الشخص العادي بأي شيء. ثم أكمل كلامه مستغربا وقال: كيف دخلت مجمع الآلهة وأنت لست ببطل؟ إني أراك مضطجعا على ظهرك. هنا نرى أن جلجامش يقارن أوتو نبشتم بنفسه شخصيا، حيث أنه بطل مقدام صاحب جسد قوي وكبير، وأوتو نبشتم ما هو إلا رجل عادي. أوتو نبشتم رجل حكيم وحليم، وأراد أن يلقن جلجامش درسا، فقال له: سأطلعك على سر من أسرار الآلهة. يوجد مدينة على ضفاف الفرات تدعى شورباك. كانت هذه المدينة مسكن الآلهة، وأرادوا أن يحدثوا فيها طوفانا عظيما. فاجتمع آنو الأب وأنليل البطل ونونورت الوزير وأنوكي الحاجب، وكانت معهم آية. جاءت آية إلى كوخي وأخبرتني بمخطط الآلهة، وأمرتني أن أبني سفينة كبيرة أحمل فيها من كل بذور الأرض. وتابع قائلا: أقمت هيكل السفينة وبنيتها كما أمرت آية، حشيتها وغرست فيها أوتاد الماء وجهزتها بالمؤن، ثم ذبحت البقر وأطعمت الناس، ثم ملأت السفينة بكل ما أملك وأنزلنا السفينة إلى الماء، وكان أمرا شاقا. عندها بدأت السماء بالتغير، فأركبت أهلي وجميع جيراني وحيوان الحقل والبراري، ودخلنا السفينة وأغلقنا الباب، ثم جاء المطر المهلك. وهنا بدأ بوصف العاصفة فقال: ظهرت غمامة سوداء في داخلها أدد، وكان أمامه شلات وخانيش، ومعهم إيراكال ويتبعهم نانورتا. كان نانورتا يفتح السدود، ثم بلغت رعود أدد عنان السماء وحل الظلام. فتحت الأرض كالجرة المكسورة حتى بلغت المياه قمم الجبال، وهبت الريح وفتكت بالناس كالحرب، حتى الآلهة خافت وعرجت إلى سماء آنو. ندم بعضهم وبكوا وندبوا على ما فعلوا بعد أن رأوا الدمار الذي استمر 6 أيام و7 ليالي. في اليوم السابع خفت الرياح وعم السكون، فركعت وصليت وبكيت، ثم علقت السفينة في جبل نصير واستقرت 6 أيام. أخرجت حمامة وأطلقتها ثم عادت، ثم أخرجت السنون وأطلقته فعاد، لأنه لم يجد أي أرض ليحط عليها. ثم أطلقت الغراب فلم يعد، فسكبت الماء المقدس على قمة رقورة وقدمت القرابين. عندها حضرت الآلهة وتقدمت عشتار وقالت: كما أنني لا أنسى عقد اللازورد، إني لم أنسى هذه الأيام، فلتتقدم الآلهة ما عدا أنليل صاحب الطوفان. عندها جاء أنليل وكان غاضبا بعد أن رأى السفينة، شعر أن أحدا من الآلهة قد خانه وأخبر البشر بالطوفان، وعرف أنها آية. تقدمت آية وقالت: حمل صاحب الخطيئة وزر خطيئته، ولكن كن رحيما. لو أنك أطلقت السباع بدلا من الطوفان أو الذباب أو القحط أو الطاعون، أما أنا فلم أفشي السر، ولكن أرسلت الرؤية. عندها قام أنليل وأخذني وزوجتي وأعلن أننا من اليوم لم نعد بشرا، وأخذونا لنسكن عندهم عند فم النهار. التفت أوتو نبشتم إلى جلجامش وأكمل قائلا: من سيجمع الآلهة لأجلك؟ إذا أردت سر الخلود لا تنام 6 أيام و7 ليال. ولكن جلجامش كان ضعيفا ومنهكا من السفر، فنام على الفور. خبزت زوجة أوتو نبشتم رغيفا من الخبز ووضعته بجانب جلجامش صباح كل يوم لم يستيقظ به. هي أرادت أن توقظه بعد اليوم الأول، لكنها لم تفعل لكي لا توصف بالخداع كبقية البشر. بدأ الرغيف الأول باليباس، وتلف الرغيف الثاني، وبيض الثالث، أما الرابع ما زال رطبا،
والخامس ما زال طريا، والسادس طازجا، والسابع على الجمر حين استيقظ جلجامش بعد أن أيقظه أوتون بشتم. ثم قال له: يا بني، عد أرغيفتك وانظر إلى حالها. عندما فهم ما جرى حزن جلجامش والتفت إلى أوتون بشتم سائلا: ماذا الآن؟ إلى أين أذهب؟ وحيثما ذهبت حل الموت. لم يعطه أوتون بشتم جواب، بل التفت إلى الملاح أورشنابي وأمره أن يأخذ جلجامش إلى الشاطئ ليغسل جسده وملابسه الوسخة حتى يصبح نظيفا كالثلج. الشاطئ المذكور هو شاطئ مميز، حيث أن أوتون بشتم كان قد اغتسل فيه سابقا. يوجد دلالات على هذا النص، ففي أسطورة الإسكندر الكبير ذكر الغسل من نبع الحياة كأداة مستخدمة للحصول على الشباب الأبدي، ويعتقد بعض الباحثين أن أوتون بشتم أراد جلجامش أن يحصل على الشباب الدائم حين طلب منه أن يغتسل ويجدد ملابسه. قبل أن يذهب جلجامش إلى الشاطئ ثم يعود إلى أوروك، شعر أوتون بشتم بالشفقة تجاهه وقال له أنه سيطلعه على سر. قال: يوجد نبات مثل الشوك ينبت في الماء، شوكه يخز اليدين كالورد، إذا حصلت عليه ستحصل على الشباب الدائم. وعند وصوله إلى الشاطئ نزل جلجامش إلى المياه وربط أشجارا ثقيلة بقدميه ونزل إلى القاع وأحضر النبات المذكور، ولكنه لم يستخدمه، فكما قال أوتون بشتم أن هذا النبات السحري لا يؤكل إلا عند الشيخوخة، فحفظه جلجامش وأراد أن يأخذه إلى أوروك ليشارك به الشعب. ثم خلع ثيابه ونزل ليغتسل، وبينما كان هو بالماء جاء ثعبان وأخذ الثمرة المشوكة، وفي طريقها إلى الماء خلعت جلدها وتركته على الشاطئ. حين لاحظ جلجامش ما حصل جلس وبكى حتى تبللت وجنته، ثم التفت إلى أورشنابي وقال: لقد أخذ أسد التراب مغنمي. وأسد التراب هو اسم من أسامي الأفاعي عند العراقيين القدماء. ثم عاد إلى أوروك وهو حزين وبدون همة. تمشى على أسوار أوروك ورأى الناس ودخل المعابد وقضى وقت في بساتين النخيل وزار الحكماء وتفكر كثيرا فيما حدث. في نهاية المطاف اكتشف جلجامش أن الحياة التي تسعى في إثرها لن تنالها أبدا، وعملك في هذه الحياة هو ما لن يمحيه موتك. في نهاية الملحمة تأخى جلجامش مع حقيقة أنه مهما طال بقاؤه فهو محدود، ومهما عظم جاهه لن يغلب الموت. الفناء قدر والعظمة مؤقتة. إلى هنا انتهت الأسطورة، والجدير بالذكر أن قصة جلجامش هي من وحي الخيال، لكن مؤخرا اكتشف أن جلجامش وجد بالفعل وكان حاكما لأوروك أو وركاء بالعربية، وهي مدينة جنوب العراق. هنالك الكثير من العبر في هذه القصة، أولها عن أهمية الصداقة في حياة الإنسان. فبمقارنة مفهوم الصداقة الحالي ومفهوم الصداقة قبل 4000 عام نرى أنها تقريبا كما هي. وهذه القصة أيضا تناقش قضية الحياة الأبدية كما الكثير من القصص والأساطير من أغلب شعوب العالم. الثمرة المشوكة هنا كانت المفتاح، وفي غير ثقافات كانت إكسير الحياة أو نبع الشباب هو المانح للحياة الأبدية. لكن الشيء المختلف هنا هو عدم حصول جلجامش على مراده، إنما تعلم أن يقدر حياته كما هي مثل ما طلبت منه صاحبة الحانة سدوري. وهذه فرصة لأذكر أن صاحبة الحانة سدوري هي آلهة الحكمة وشراب الشعير. مفهوم جلجامش عن نفسه تغير جذريا، فبدلا من أن يركز على جزء الآلهة منه ركز على الجزء البشري وأدرك مدى ضعفه. لهذه الأسطورة في العالم العربي شعبية واسعة جدا، فجولة على مواقع التواصل الاجتماعي ترينا عددا من الأشخاص متكنين بأسماء من الأسطورة، لكن الأغلبية لأنكيدو. محمود درويش في جداريته استعان بأنكيدو بمقطع هائل فقال: سائرون على خطى جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن، هباء كامل التكوين،
يكسرني الغياب كجرة الماء الصغيرة. نام أنكيد ولم ينهض، جناحي نام ملتفا بحفنة ريشه الطيني. آلهتي جماد الريح في أرض الخيال، ذراعي اليمنى عصا خشبية، والقلب مهجور كبئر جف فيها الماء فاتسع الصدى الوحشي. أنكيدو، خيالي لم يعد يكفي لأكمل رحلتي، لابد لي من قوة ليكون حلمي واقعيا. هذه الفقرات هي جزء بسيط من المقاطع التي استعان بها محمود درويش على أنكيدو وجلجامش. أنصحكم بقراءة الجدارية كاملة أو الاستماع لمقطع أنكيدو وجلجامش على الساوند كلاود. لملحمة جلجامش الرائعة أثر قديم على العالم، فبناء على رأي باري بي باول اللغوي الكلاسيكي، فإن هومر استلهم عدة مشاهد من قصة جلجامش لملحمتاه الأوديسية نسبة للبطل أوديسيوس والإلياذة أو الإلياد. عالمياً ذاع صيت جلجامش بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن قام الروائي الألماني هيرمان كاساك في روايته المدينة وراء النهر بالاستعانة ببعض العناصر من الأسطورة، خصوصاً من حياة أنكيدو بعد أن أهان عشتار لوصف مدينة هامبورغ بعد القصف. وكذلك قام هانس هيني جان باستخدام علاقة جلجامش وأنكيدو لتصوير علاقة البطلان في الجزء الثاني من ثلاثية نهر بلا شواطئ. في الفن المعاصر العديد من برامج الراديو والتلفزيون والكتب والأعمال الفنية استلهمت من هذه الملحمة. في عام 1953 قدم دوغلاس جيفري برايتسون مسرحية على الراديو بعنوان The Quest of Gilgamesh أو مغامرة جلجامش، وبعدها انشهرت القصة في المملكة المتحدة. في جامعة سيدني بأستراليا يقف تمثال طوله حوالي 2.5 المتر، ويمثل جلجامش واقفاً وبطرفه الأيسر يوجد أسد متعلق على ساعده. هذا العمل للنحات الآشوري لويس باتروس. حتى في الموسيقى ألهمت القصة عدد من الملحنين، فأنتجوا أوبرات أبرزها جاء من تركيا وصربيا وإيطاليا. ومؤخراً أطلق الفنان الأمريكي سوفيان ستيفنز أغنية بعنوان جلجامش. الأغنية رائعة جداً وفيها الكثير من الرثاء والحزن، وأظنها تصور مشاعر جلجامش تجاه أنكيدو بعد وفاته. الآن أود أن أحدثكم عن أثر هذه الرواية علي، فعندما انتهيت من قراءتها وجدت نفسي حزينا وتائها. انتهيت من آخر صفحة والدموع في عيني، لأنني شعرت بشعور جلجامش الحزين يمشي وحيدا على أسوار أوروك، موقنا مدى ضعفه وقلة حيلته. اشتد حزني أكثر عندما تفكرت بعلاقة جلجامش وأنكيدو من وجهة نظر إنسان في عصرنا الحالي، فجلجامش لم يعطي نفسه أي وقت ليرثي أنكيدو بشكل مناسب، إنما تصرف بطيش وانطلق بمغامرة جديدة بعد مواراة أنكيدو الثرى فورا. بإحدى الترجمات ذكر أنه لشدة حب جلجامش لأنكيدو تركه مستلقيا على الفراش بعد وفاته، إلى أن بدأ الدود بأكله رافضا مفارقة صديقه. أنصحكم بشدة أن تقرأوا الأسطورة بأكملها لتعيشوا دوامة المشاعر التي عشت. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير،